ايمن هسه يعني حضرتك باي محلل وقت؟ لمباريات دورينا، وصار عندنا 5 جولات من دوري نجوم العراق. نعم. اعطيني ابرز اللاعبين اللي يستحقون التواجد بالمنتخب الوطني على انا اختلاف المراكز. اعتقد يعني في وسط الملعب يعني محتاجين محمد قاسم زين من النجف، او كرار نبيل بصراحه، زين كرار عامر الخط الخلفي، اندريا صناطي وحميد رشيد الطائي، لاعبين على مستوى يعني مميزين دول جدا، الاميز بدورينا، دول الاميز بدورينا، بالاضافه للمحترف. المحترف يعني بعيد عن يعني هذا موضوع المحترف النادي زاخو المدافع، يعني هذا يعني صعبه. زين عاجبك مستواهم؟ يسوون اضافه اكيد لطعم مستواهم ممتاز. زين شو يعني رايك بالحديث اللي يقول عندنا مشكله في خط الدفاع، خلي نرجع احمد ابراهيم؟